السلام عليكم، تحياتي الإخوان الكهربائيين أينما كنتم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على البيرميتاتور. البيرميتاتور هي ثلاثة لي فايفيان كيتحكموا في مصباح واحد، يعني فايفيان من ثلاثة ديال القواطع كما غتشوفوا الشيمة ديالها إن شاء الله، يعني هي سهلة، وكاين كيسميها الشيمة إكس، فايفيان إكس. هي ثلاثة ديال القواطع كيتحكموا في مصباح واحد، دائرة كهربائية تحكم في مصباح واحد بثلاث قواطع. إذن على بركة الله نمشيو للفيديو باش نديرو البراتيك ديالنا إن شاء الله. بسم الله. كما قلنا في هذا الفيديو غنهضروا على البيرميتاتور. البيرميتاتور هي هاد الفايفيان. كما كتعرفوا الفايفيان عندها جوج ديال البلايص، كتشال من هنا ومن هنا. البيرميتاتور كتشال ثلاثة ديال لي زانتيريبتور، كيشعلوا واحد البولة. ثلاثة ديال لي زانتيريبتور انا غنديرها معاكم بواحد الطريقة مبسطة باش تفهموا مزيان الاخوان اللي باقي ما خدموهاش، وكذلك المبتدئين اللي اول مره يفهموا هذه الطريقه. كنحتاجوا الانتربتور، اذا كان عندك هذا الشكل، اذا هي كاينه كتباع الانتربتور كتباع في هذا الشكل القهوي، ولكن انا ما جبتهاش حيت عندي هذه. غنخدموا بهذا الدوبل فايفيان، فهمتي؟ سير الدوبل فايفيان هذه غنخدموا بها تولي بيرميتاتور. اشنو كنديروا لها؟ كنديرو لها الكولا هنا، كيلصقو هاد جوج هادو كيوليو سيروت وحدة، فهمتي؟ كدير لها الكولا هنا باش كتولي تطفى وتشال خطرة وحدة، مكتفرقش، ياك؟ وكتخدم بيها هنا فيها ستة ديال ليفيس، كتخدم بيها ستة ديال ليفيس، وكتحتاج سيروت فايفيان، سيروت فايفيان تاني، يعني جوج ديال لي فايفيان، وواحد دوبل فايفيان. بالنسبه للسوار الاخرين كاين اشكال، يعني تقدر تاخذ سيروت فايفيا في هادو وتحيد الكركاس ديال، يعني تحيد البياسه ديال السامبل وتركبها عليها باش كتولي تفوت تشعل خطره واحده. وبالنسبه لهاد العادين كما قلنا كدير لها الكولا. اذا نمشيو للشينا بالشرح المبسط، انا غندير واحد الطريقه باش تفهموها مزيان، طريقه مبسطه مزيان. غنحتاجو السوار تفهمو هادو، البوله والمسالك، الاسلاك لي نافيت كنديرهم كحلين. دونك هنا هاد لي نافيت غناخد جوج ديال لي نافيت في الكحل، وغناخد جوج لي نافيت في هاد اللون هذا باش يكونوا مختلفين عندنا لي نافيت، غير باش توضح الصورة وصافي باش تفهموها مزيان في الشيمة. إذا اش غنبدا؟ عندي كابيلان سلوك، عندي كابيلان تاني، عندي كابيلان أخر بالطريقة، ونركب كل حاجة بالطريقة هذا، ونركبهم في السيروت الفايفيان بالطريقة، يعني سهلة ومبسطة باش تفهمو مزيان. إذا غنركب هذا جوج، الطريقة هذا جوج ديال الأسلاك، هاهو جوج ديال لي نافيت، هاهو نافيت لانتيريبتور الأول. غناخد لانتيريبتور الثاني غندير فيه حتى هو جوج ديال لي نافيت، يعني الفايفيان كي راكم فهمتوها في الفيديو السابق. دابا هادي بيرميتاتور هي فايفيان في ثلاثة ديال السوارت، ثلاثة ديال لي زانتيريبتور. إذا غنركبو الخيط الأول هنا، السلك الأول كيركب هنا، والسلك الثاني غنركبو هنا. هاد الأسلاك كيركبو في بلاصة لي نافيت، بهاد الطريقة. إذا كيما كتشوفو هادو اللي في هاد اللون هاهما جوج لي نافيت، وعندنا جوج لي نافيت في اللون الآخر، ياك؟ كيتلاقاو في الساروت هادي، خصو يتلاقاو لينا في هاد الساروت. هاد الساروت قبل ما نبداو ندخلو فيها هاد لي نافيت باش نسهلوها مزيان، غنديرو لها واحد لي شانت بهادو، وغنديرهم
بالطريقة إكس، باش تكونوا فاهمين هذه الطريقة إكس كيتكروازاو مع بعضياتهم، باش تكونوا فاهمينها مزيان. نطريش هاد الحال هادو، عندي كنقص الكاس ديالي. وغنديرهم فيها الحرف إكس. دوبل فا اي فيان فيها ستة ديال لي فيس، ماشي دوبل ليماج. كناخدوها بحال هكا، هادا شوف نديرو هنا و كنجيبو من هنا نديرو هنا سبعة فوالا. كناخد هادا، هادا مكنزيروش، غنزيرها لواحد الجهة والجهة الأخرى نخليها باش ندوز فيها الخيط الآخرين. إذا هنا كيعطينا الحرف إكس كيما كتشوفو، هذا كتعود بحال كتكون بحال الحرف إكس، سهلة. عندنا هاد لي نافيت الآخرين بطريقة سهلة، غنشوف غنجيبو هادو ندخلو هنا مع هذا، هذا غيجي مع هذا هنا، ولا نافيت الاخر غيجينا من هذا القرن الاخر. يعني نقدر انا ناخذهم نديرهم هنا، نقدر ندير واحد هنا واحد، نقدر ندير واحد هنا واحد هنا، ولا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يعني كيما بغيت ندير غندير. نقدر هذا نردو هنا ونقدر نردو هنا بحال بحال. المهم هو هاد الاكس هادي تكون بحال هاك، وهادو يكونوا فارقين باش هذا كيرجع للسيرو هادي والاخر كيعطي السيرو الاخر. بقاو عندنا جوج الاخرين، هاد جوج الاخرين بطريقة سهلة كندير لهم بحال هكا بهاد الشكل. هاد البلاصة لي فيس الخاوي بلاصة الفاز و الروتور نديرو هنا، و هدا كنديرو هنا. كيما كتشوفو الإخوان، هاهما جوج ديال لي نافيت ديال الفايفيغ الأولى كنديرهم هنا في الوسط، في هاد جوج ليفون الوسطانيين، و هاد لي نافيت ديال الساروت التانية هما هادو كنديرهم في هاد الطرفانيين، ولكن دائما كلشي على هاد الاكس هادي شتا. هادو كيتكروازو بعضياتهم، دا هما السر ديال هاد الطريقة هادي. الشرح مبسط يعني، ها الكرة باينة قوية وسهلة لأي واحد وفي المتناول. إذا شنو باقي لنا؟ علاش قلت لكم ركزوا على هادي؟ حيتاش هادي هي الخدمة، هادي هي اللي فيها الصعوبة، هي هاد الشيء هادي، هي هاد الطريقة هادي. هاهي انت كيتكروز هذا مع هذا، وهذا كيتكروز مع هذا، وهاد جوج الوسطانيين كنعطيهم لي نافيت ديال واحد السيرت ديال السيرت الاخر، ولي نافيت الاخرين كيجيو يدخلوا هنا في هذا. واضح؟ اذا اش باقي لنا؟ يعني تو سامبلومون بحال الفريفيه العاديه، هاد البوله كنعطيوها النوتر كما العاده، النوتر دائما والفاز. الفاز تاني كنجيب لهنا ديجاكتور كيما العادة في الفايفيا العادية. ها هو في الفايفيا العادية الجهة كيمشي لها الفاز، كنديرو الفاز، والفايفيا الأخرى كيمشي لها الروتور. ها هو الروتور ديال البولة كيجي لهنا، يعني طريقة بحال الفريه الأولى اللي تفرج في الفيديو الأول ديال الفايفيه الأولى راه غيفهم هاد الشيم هادي بسهولة.
الفيديو السابق كنا تكلمنا فيه على الفايفير. دابا الفايفير هي البيرميتا تاعي، هاو البيرميتا تاعي. اذا كما شفنا الشيمة ديالنا هي هادي بطريقة بسيطة وواضحة. هنا دابا نطلقو الضو، الفولا ديالنا شاعلة، نطفيوها من هنا غطفى هاهي، ونطفيوها من السالب الأخرى هاهي، وكذلك السالب الأخرى كتشعل وكتصفى من جميع ليزانتيريبتور هاهي. طريقة سهلة، ولكن هنا فين كتكون الصعوبة الإخوة؟ هادي هادي هي اللي فيها شوية ديال الصعوبة، وخاصك هاد لي زانتيريبتور هنا هادو مخصهمش يكونو مفروقين، غدير ليهم كولا بيناتهم باش يبقاو يطفاو بجوج خطرة وحدة ويشعلو خطرة وحدة. صافي، بالنسبة لهاد صورة البيض أو بالنسبة اللي بغا يشريها راه كتباع بيرميتاتور، راه كاينة عند الدروكري عادية كتشريها، وكاينين بالنسبه لي زانتيريبتور اخر، كاين ماركات اخرين ديال لي زانتيريبتور اللي ما فيهمش البيرميتاتور، راه كتاخد هذا هذا، كاينين اللي كيكون كتكون دوبل مقسومه بحال هكا، كتاخد هذا ديال السامبل وكدير لها وكيجمعهم بجوج بهم كيوليو كتطفاو في شكل عادي في شكل ديال السيرف. وبالنسبه لي بغيت نشري بيرميت تبع عند الدروكري. إذن هذا هي الشيمة كما كتشوفوا، هذه هي الشيمة بطريقة واضحة مبسطة مزيان، هذه هي الشيمة لينافيت، راه درت أنا الألوان هنايا، درت هذا اللون ديال هذا لينافيت.